لا بد أن يكون في حوار دائما، ما يكون مقتطع أو يكون في تدليس. والحقيقة كل العراقيين من الشمال إلى الجنوب استنكروا وشجبوا هذا التصرف، وكذلك الحكومة العراقية قامت بكل التفاصيل الممكنة مع الخارجية العراقية، إضافة لما قام به مكتب سماحة السيد السيستاني كما ظلوا في مخاطبة رئيس الأمم المتحدة، و يعني كشف عن كل التفاصيل أنه تكرار هذه العملية غير صحيح وينمي ويشجع على العنف، يشجع على استهداف الإسلام والمسلمين في أي مكان من بقاع العالم، ويجب على الأمم المتحدة أن تتخذ دورها في حفظ السلم والأمن للمجتمعات الدولية، وكذلك عدم الاعتداء على الحقوق والمعتقدات لكل المسلمين على اعتبار أن غير مسلم هم يعتقدون بهذا الكتاب القرآني.